يا استاذ جابر. ايوه الحق في فيديو جديد. ولاء برضك؟ لا هي واحده صاحبه ولاء يعني كنت بشوفها تطلع معاها عند بليغ فوق يعني انا عامل مراقبه لكل حاجه. الكاميرات بتاعتك ايه تحب تسمع الفيديو؟ ما كانت بتيجي عندنا اكيد كلكم عارفيني من الفيديو ال 12. الفيديو ده انا بسببه اترفدت من جامعتي وطردت من بيتي وخالي اللي بيربيني اتبرأ مني وحياتي كلها باظت. انا عارفه ان انا غلطانه واستاهل اتذبح وانتوا ذبحتوني وموافقه ان اللي غلط لازم يتعاقب، بس لو هتعاقبوني ما تعاقبونيش لوحدي. انا ضحيه بليغ ابو الهنا، بليغ ابو الهنا عم صاحبتي اللي معايا في الفيديو. بليغ هو اللي كان بيجيب لنا البيلز، هو اللي كان بيجيب المخدرات، كان بيشجعني وبيساعدني ان انا اخدها. اكيد اكيد البنت دي كدابه. ما هو العيار اللي ما بيسيبش بيدوش يا ميرفت، وليك شايف اهو اخواتي بعتين لي لايف فيديو كده وبيسالوني هو انتوا اصلا ليه دخلتوا الراجل ده اللي عندكم في البيت؟ وانا مش عارف ارد. ايه انت كل اللي همك بس اخواتك وقرايبك؟ لا اللي بيهمني في المقام الاول بنتي اللي انت شايفاها دي قاعده ساكته زي الصنم وما بتردش. هرد اقول ايه بس يا بابي؟ اي حاجه، قولي اي حاجه، حاولي تدافعي عنه لو قدرتي، قولي اي حاجه تبرد النار اللي جوايا. هو انت مصدقه الكلام ده يا ماجي؟ بقولك ايه يا مامي، انا مصدعه وعينيا مزغلله مش قادره اركز، مش عارفه اصدق مين ولا اكذب مين. بقى معقوله؟ معقوله بليغ الطيب الحنين يطلع منه كل ده؟ هو مش كل اللي بيلمع دهب. انا عن نفسي من اول نظره، من اول ما شفته ما استريحتلوش، ما حبيتوش، واديكوا شايفين اهو فضل ورانا لغايه لما خلانا نضيع سميح من بين ايدينا. انا بقول بقى نديله فرصه يدافع عن نفسه. ما هو لو كان عملها هيعترف يا ماما. انا حظي كده، ما موعده دايما بالناس دي. انا مش مصدقه الكلام ده خالص، ومستغربه ان انت مصدقه الكلام ده عليه. والله يا ماما انا ما بقتش عارفه اثق في مين ولا اصدق مين، وبليغ بالذات مخبي اكتر بكتير من اللي بيبان عليه. الله يكملك بعالك يا بنتي. اسمعي كلامي بقى، انت تقطعي علاقتك بالاسم بليغ ده النهارده قبل بكره، وانا هكلم سميح تاني هشوف عمل ايه في خطوبتي دي ولا هبب ايه في حياته ولا ايه. تاني سميح؟ تاني سميح ايه؟ ما انا مش انتوا الاتنين مش عايزين تسمعوا اي حاجه منطقيه خالص.